الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم يا شباب؟ طيبون إن شاء الله. أنا أقول الحمد لله أنكم تعرفوني، لو في ناس ثاني ما يعرفوني قالوا إيش هذا المستهتر، لكن أعتذر والله العظيم منكم تشد الاعتذار، وأحيانا في ظروف خارجة على الإنسان. أنا أعترف شغلي كثير وحالاتي كبيرة تستنزف وقت كثير مني، تخليني أتأخر والجدول يكون محدود. والله حتى مو بس انتم، حتى اهلي نفس الشيء، عيالي هم عيالي تاثروا مساكين. اكرر اعتذاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وصحبه اجمعين. هنتكلم اليوم باذن الله سبحانه وتعالى عن الانوركتال، واذا في عندنا وقت نكمل الجزء الثاني، محاضره الاسبوع الماضي اللي ما قدرت اقدمها، صح ولا ابو حميد؟ صح يا دكتور، انت ابو حميد شكلك نايم طال عمرك، صح؟ خلاص ما راح ازعجك، وعد باذن الله لا ما يجي. والله صح يا دكتور. طيب يلا بسم الله. The most common cancer affecting males in Saudi Arabia is colorectal cancer. أيام ما كنت أدرس أنا عام 2001 أو 2002 كان the most common cancer in Saudi Arabia was HCC اللي هي باتسيلر كارسينوما. So the most common cancer is the colorectal cancer. Life risk time around 5%، هو 5.8 in male, 5.6 in female، شوية أكثر في الميل لكن حقيقة is almost the same male and female. Rectum and sigmoid are the most common sites of the tumor. لو تفكرون why the most common site of the tumor is the rectum and sigmoid، يقول لك هذا معلومة جانبية، ان البروتكتيف افكت حقت الكربوهيدرات تنتهي في الجهة اليمين. الكربوهيدرات فيها بروتكتيف افكت فور كولوركتال كانسر، هذه معلومة نظرية theoretical point of view، لان البروتين producing some sort of toxic material for the left sided colon. هذا التوكسيك ماتيريال ان ذا ليفت سايد كولون ات از بروتكتد في الجهه اليمين باي وات باي ذا كاربوهيدرات. فاذا كانت كميه الكربوهيدرات او النشويات اقل، البروتكتيف افكت تنتهي، ما يمديها توصل على الجهه اليسار. في الكومن موست كومن سايت اوف كانسر از ريكتام اند سيجمويد. لوتس اند لوتس اوف فاكتورز، اهم حاجه الانساتشوريتد بالبروتين. Unsaturated fat as well as low diets of fibers و carbohydrates زي ما قلت لكم قبل شوية. في حاجة اسمها adenoma carcinoma sequence. شو معنى adenoma carcinoma sequence؟ تكلمنا عنها العام الماضي لو تتذكروا، قبل العام الماضي في سيرجي 1، وقلت لكم normal mucosa to abnormal mucosa it need around 5 to 10 years to develop. Most of colorectal cancer starts from an adenomatous bulb. The transformation from the bulb needs multiple factors. أهم factor اللي هو size of the bulb and type of the bulb. إيش معنى types of the bulb؟ في عندي adenomatous bulb، في عندي non-adenomatous. Non-adenomatous اللي hyperplastic bulb، hamartomas bulb. دكتور سم معليش، المحاضرة اللي باينة عندنا طالع عندنا انوريكتال ديسيز مو السي ار سي. ايه المحاضرة اللي ظاهرة عندنا طيب انا داعس، اسف. طيب اسف طيب دقيقة يا شباب دقيقة.
دقيقة معي تكون يا شباب الله يوفقكم. الآن أوكي يا شباب؟ أبو حميد تمام أوكي دكتور. يلا. The transformation from into cancer based on the type of the polyp as well as the size of the polyp. قلت لكم في عندي adenomatous and non-adenomatous. Adenomatous polyp فيها أنواع, في tubular, tubulovillus و villus. قلنا هذا الكلام العام الماضي. يختلف النوع ويختلف الصائز, كل ما كان حجمها أكبر كل ما كانت أكثر ريسك. Highest risk of polyps is the villus polyp. Highest risk of polyp having cancer is the villus type. Villus type has the greatest risk of having cancer among adenomatous polyp. كل ما كان there are multiple polyps increase the risk of cancer. Neoplastic polyp and tubular, tubulovillus or villus adenoma depending on their histological architecture. لو depending on what and histological architecture. شو معنى histological architecture؟ يعني تحت الميكروسكوب. لكن في أنواع ثانية اللي هي بالجروس. وش اللي بالجروس؟ يصير في عندي بيدنكولاتد ولا سيسايل. بيدنكولاتد أو سيسايل. الموست كومن بوليبس هي تبلر, مضبوط, وموست ذا تايم ات از بيدنكولاتد. الفيلاس ادينوما اكاونت فور 10%, تبلو فيلاس 15%. كونوسكوبيك بولبكتومي از ذا تريتمنت اوف تشويس. وين بولبكتومي از ذا تريتمنت اوف تشويس؟ If we have, يا شباب هذا سؤال MCQ, please concentrate معي. لازم we have these all factors together. لازم تكون well to moderately differentiated. لازم I have negative margin. Negative margin of 2 millimeter أقل شيء. And no lymphovascular invasion. As well as حال اسمه no tumor budding. Anyway, يكفيني تعرفون الثلاثة هذه, وهذا جايب لكم سؤال MCQ. ودائم هذا سؤال كومون, وليش حرصت انكم تعرفون المعلومه هذه؟ لان دائم تشوفونها حتى في المستقبل. فلما يكون عندي بولب وبين اكسايزد باي كونوسكوبي, في حاجه اسمها مالجننت بولب. ايش معنى مالجننت بولب؟ في انفيجن اب تو ذا سب ميوكوزا, انفيجن تو ذا سب ميوكوزا, انفيجن تو ذا سب ميوكوزا. If there is invasion to the submucosa, this is malignant bulb. The malignant bulb, هل هي enough bulbectomy ولا ما هي enough? Yes, enough في حالات. واحد, يكون عندي negative margin 2 millimeter, no lymphovascular invasion, well to moderately differentiated. إذا أي واحد من هذولي صار عكس, يعني فرضا صار المارجن 1 millimeter, إيش مفروض نسوي؟ We have to do a segmental resection. Why? Because of lymph node metastasis. مفهوم يا شباب؟ أبو حميد أنا قلت ما يبسارك, بس لازم أسك صح صح والله مصح صح معك يا دكتور ونعم فيك. طيب يا محمد, هذا سؤال مسكي والله جايبه عندكم مكتوب لكم. إذا كان البولب صايد, إذا كان البولب بيكتمي طلع well differentiated but there is lymphovascular invasion, هل البولب بيكتمي enough ولا ما هو enough؟ enough. لا, not enough. ما هو enough عشان lymph node metastasis؟ عشان lymph vascular طلع بوزيتيف. لو قلت لك المارجن طلع 1 مليمتر, not enough في هذه السيجمنت ريسكشن. معايا خالد الغامدي؟ خالد معايا, ممتاز. ما هو إناف؟ فهمت الحين ولا ما فهمت؟ هذا والله سؤال مسكيو, بليز كونسنتريت معايا يا شباب. If you have margin 2 millimeter and no lymphovascular invasion and well to moderately differentiated, هذا وش نسوي؟ نقول bulbectomy is enough. Otherwise you have to do segmental resection. سؤال مسكيو بيجيك بيقول لك there is a malignant bulb, أو بيقول لك bulb with invasion to the submucosa. But histopathology could not give you a margin free. شو نسوي؟ treatment.
يلا يا شباب خالد الغامض يلا قل تريد انت هل نسوي نقول له سيرفيلنس ولا لازم نسوي سيجمنت ريسكشن؟ سوي ريسكشن. اكسلنت مفهوم الحين ترى والله هذا سؤال انا كاتبه انا عارف سؤال صعب بس يهمني جدا تكون عارفين هذا الشيء انتم. كانسر has no specific symptoms يا شباب زي ما انتم عارفين. PR bleeding يجي حتى مع الهيمرويد. مو شرط يكون weight loss مو شرط يكون اي symptoms. screening colonoscopy اول كنا نقول نبدأ بعمر اول كنا نبدأ بعمر 50 nowadays we start by age of 45 not anymore 50. طيب الا لا قدر الله احد من الفاميلي ممبر عندهم بوزيتيف كانسر في يونج ايج هذولي اذا كان سنجل فاميلي ممبر هذا نقول لهم تبدون بعمر 10 سنوات اصغر يعني واحد عمره 40 سنه جاء كانسر نقول الفيرست ديجري ريليتيف اللي هم اخوانك وامك وابوك وابنائك اولاد وبنات لازم يسوون سكوب عمر 30 10 سنوات ينقر. ليش قلنا كون شيء كونوسكوبي او سكوب؟ Because the investigation of choice or the procedure of choice for screening in colorectal cancer is the colonoscopy. في بعض الدول مثل بريطانيا تقول ليش نحط colonoscopy؟ colonoscopy غالي ويأثر. The most common cause of cancer وين في يكون؟ في left side زي ما قلنا. فيقولون في بريطانيا عندنا فحص ثاني اللي هو فقط sigmoidoscopy نشوف sigmoid الركتم عزكم الله ونسوي فيه colloctal blood. الرايت سايد تذكرون العام الماضي بريزنتد وذ انيميا ما يكون ماكرو يكون مايكرو يقول له شلون في كالوكالت بلود بوزيتيف يسوي فول كولونوسكوبي لكن في كالوكالت نيجاتيف وسيجمويدوسكوبي از اوكي ات از انف خلاص فهمت فكرتهم بات ذا جولد ستاندرد فور سكرينينج از كولونوسكوبي. في بعض الانفستيجيشن الثانيه مثل سيدي كونوغرافي. إيش معنى سيتي كونوغرافي يا شباب؟ سيتي كونوغرافي نسوي سكوسيت سكان وننفخ اير ويورونا الكولون بالحالة هذه يطلع لك البولب يطلع لك كل حاجة. المشكلة في هذا إن حسنتان ما يعطيني بيوبسي هاف تريبيت وتقيت بيوبسي الباريم إني ما نوت أني مور أني من دوين قد هذا كارنتان. دقيقة معي يا شباب السلام عليكم دكتور وائل هلا حبيبي طيب ليه بس ليش جاي بذي الطوارئ وهي ديفرت كلوز لازم في سبب ثاني وين البين فيه؟ طيب سوي لها التراسان سوي لها التراسان ديفر قبل ما فيها تشتار أخاف هذه المريضة يعني ديفرت كلوز should not cause symptoms صح؟ فأنت سوي لها سيت بسوي لي التراسان ايوه وبعدين كلمني عليها وائل يلا شكرا لا لا محتاج شغل شفتها امس شرحت العمليه شرحت لك كل شيء قبل العمليه جايني اصلا في العياده بدون مشاركه if she's fine discharge انا ما اجي يوم المساء ان شاء الله لكم امر عليها واشوف اسلم عليها يلا يعطيك العافيه ساعدكم يا شباب عليكم السلام هلا دكتور نرجع نكمل كامل دكتور after confirming the diagnosis with biopsy result start staging workup يعني اول سؤال دائما يجيكم واحد عنده PR bleeding ولا واحد عنده في العياده ايش تسوي take history and examination بعد ما ناخذ history examination ودي وانا دو لاب تذكروا هذه يا شباب طول عمركم لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا والله اقولها لكل الستودنت واقولها لكل الريزيدنت واقولها لكل العالم الين تخلص فيلوشيب وانت لازم تقول ستارت وذ بيزك ورك اب سي بي سي يو ان اي اللي هي يعني رينال بروفايل ليفر ليفر فانكشن تيست وكوجنيشن بروفايل هذه الاربعه لازم تسويها طول عمرك
واسوي للمريض كولونوسكوبي اند بلس ماينس بايوبسي. هذا كذا كولونوسكوبي وذ بايوبسي اف اني ليجن. معايا يا شباب؟ خلصنا الان. بيجيك يقولك البايوبسي كونفيرم مالجنسي. سو واتس نيكست ستيب؟ وي دو ستيجنج ورك اب. وات ار ذا ستيجنج ورك اب؟ نسوي تيمر ماركر سي اي ونسوي سي تي كاب تشست ابدومن بلفيس. In case of rectal cancer, we have to add MRI pelvis or endoscopic ultrasound. Why we do that? For local staging. For local staging. Again, for local staging. طيب هل نسوي PET scan؟ لا, ليس كل مريض نسوي PET scan. فقط if there is multiple metastasis or you want to confirm other metastasis. And always, 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 any cancer patient has to be discussed in tumor board. يا شباب هذا الكلام اللي بيصير فيكم سيرجن, اللي بيصير فيكم ميديكال انكولوجيست, اللي بيصير فيكم انترنس ويدرس ميديسن وتجي حالك تمر, لازم يقول الكلام هذا. بيزك ورك اب سي بي سي واني اللي في كوجريشن بروفايل, بعدين كونوسكو ويز بايوبسي, بايوبسي كام كانسر, وات يو ونا دو نيكست, وي دو ستيجنج ورك اب. وات ار ذا ستيجنج ورك اب؟ سي اي اي سي تي كاب ويتش از جست ابدومن بلفيس. And if there is a rectal cancer, we have to do a local staging. What is the local staging? MRI pelvis or endoscopic ultrasound. And we discuss this case in tumor board. يا شباب, please, ركزوا في هذه مهمة جدا جدا جدا. Surgery is the most important step in treatment in treating patients with colorectal cancer. Radiation or chemotherapy are adjunct. The size of the tumor dictates the type of procedure. أهم حاجة في البروسيجر في الكوريكتال كانسر, we have to examine the entire abdomen, make sure there is no metastasis, remove the appropriate segment with adequate margins, and remove the corresponding blood supply. Corresponding blood supply, yes, because contain the lymph nodes. أنا ما يهمني blood supply, يهمني lymph nodes. Open or laparoscopic approach are the same, or laparoscopy the same outcome. طيب, what are the preoperative preparation? هذا سؤال ترى شباب جايب لكم في الأوسكي. How to prepare patients for surgery. فقلت لك أول حاجة, colonoscopy showed adenocarcinoma. What's next? You do staging workup. What staging workup? قلنا CEA, CT cap. إذا كان rectum, we add MRI and MRI pelvis or endoscopic ultrasound for the pelvis. بعدين نعرف نوع البريبريشن فور ذا بيشنت فور او ار. يس, ام بي او, اي فلويد, ميكانيكال باول بريب, كيميكال باول بريب ويتش از اي في انتيبيوتكس اند اورال, كروس ماتش بلاد, دي في تي بروفيلاكس, فولي كاتيتر, ستوما ماركينج از ويل از كونسنت. هذه كلها بريبريشن فور ذا بيشنت. مكتوب اذا ستودنت جاب 4 أو 5 اتنف. هذا سؤال اسكي, لا تنسونه. وات ار ذا كومبليكيشن اوف سيرجري؟ عندي بليدنج, انفكشن, كولكشن, ليك, visceral injury اذا كان ureter او spleen في left side, ureter or duodenum في right side. معايا شباب ماشيين؟ type of procedure معاك ما. Type of procedure, في عندي right hemicolectomy إذا كان right colon cancer. Please ركزوا معي. إذا كان في transverse colon أو في hepatic flexure, نسوي right أو extended right. إذا كان في left colon, left hemicolectomy. إذا كان في sigmoid, إيش نسميه العملية؟ Anterior resection. Anterior resection. إذا كان في rectus sigmoid أو upper rectum, نسوي حاجة اسمها low anterior resection. Low anterior resection, rectus sigmoid, upper rectum, low anterior resection. إذا كان في الميد rectum, ultra low anterior resection. إذا كان عند الـ anorectal junction أو في الـ anus, سوي حاجة اسمها abdominoperineal resection. Abdominoperineal resection أو APR. ماشيين يا شباب معي كويس؟ إيه معك. كم يا دكتور معك؟ How to follow up the patient? Every 3 months for the first 2 years, then every 6 months for another 3 years. We have the tumor marker blood, or basic blood work every clinical visit. CT scan annually.
for 5 years and colonoscopy 1 year, 3 years, then after 5 years. الباثولوجي في كولوريكتال كانسر في عندي ماكروسكوبيك ومايكروسكوبيك. الماكروسكوبيك هل هو انيولر؟ هل هو فانجيتنج؟ هل هو ألسريتنج ماس؟ We have to know الميكروسكوبي هل هو well differentiated moderately or poorly differentiated as well as lymph node status. How we do staging? بالT. T1 invasion to the submucosa, T2 invasion to the muscularis propria, T3 invasion to the pericolic fat, T4 peritoneal involvement, either serosa أو invasion to adjacent structure. Minimum lymph node, هذا اسمعوني. Minimum lymph node كم؟ هذا سؤال MCQ. 12 أقل عدد غدد لمفاوية نجيبها في سبيسمن الواحدة 12 lymph node. طيب يا ثامر 12 lymph node ليش أنت أشغلتنا ب 12 lymph node؟ أها أشغلتكم ب 12 lymph node لأن في بعض المرضى يسمونهم NX ما طلعنا 12 عندي طلع 10 ولا طلع لي 6. طيب هل في other lymph node positive or not positive؟ وبالتالي لازم هذول الـ NX واللي ما نعرف عدد الإنفنود حقهم نعطيهم كيموثيرابي. عشان كده السيرجن لازم to be done by a specialized surgeon. مو أي واحد يقولك general surgeon بيسوي لك رايتيميكليكتومي. لو طلعت لي 10 الإنفنود كلهم نيجاتيف راح أضطر أعطي المريض كيموثيرابي عشان the other two الإنفنود اللي ما أقدر أجيبهم. مفهوم الجملة هذه ولا مفهومة يا شباب؟ أعيدها دكتور أعيدها الآن. minimum lymph nodes are 12. لو جي جراح سوى عملية وحصل على طلعت له 10 lymph nodes هل هذا حصل lymph nodes المطلوبة؟ لا. وبالتالي راح نخلي تسوي راح المريض ياخذ كيموثيرابي عشان هذا المشكلة الغلط اللي صار مع الطبيب. أحيانا ما يكون غلط مع الطبيب، أحيانا بعض المرضى يصيروا ماخذين كيموثيرابي أو راديشن يسوي ملتينج لايك ريكتال كانسر او ريكتال سيجمويد. هذه لهم سيتويشن خاصه. انا اتكلم ان جنرال لما رايتي ميكليكتومي ولا ليفتي ميكليكتومي ولا انتيريور ريسكشن وذ نو بريفيوس هيستوباثولوجي. معايا شبابنا؟ صارت 10 لازم 12. طيب لو نصير 10 شو نسوي؟ المريض راح ياخذ كيمو بسبب التقصير في العملية. Who gets additional treatment؟ colon قلنا all stage 3 اللي يصير positive lymph node. اي واحد عنده positive lymph node ياخذون كيموثيرابي. اي واحد عنده mets يعني stage 3 stage 4 ياخذون كيموثيرابي. اي واحد called high risk patients. مين هم الهاي ريسك بيشنتس اللي هم ستيج 2 تي 3 تي 4 بس عندهم هاي ريسك فاكتورز؟ وات ار ذا هاي ريسك فاكتورز؟ في عندي يا شباب لا شوف في عندي كلينيكال هاي ريسك فاكتور وفي عندي باثولوجيكال الهاي ريسك فاكتور. كلينيكال هاي ريسك فاكتور واحد جاكم يا طويل العمر السلامه بباور ابستراكشن او مريض جاكم برفريشن. Pathological risk factors, poorly differentiated, mucinous cancer, lymphovascular invasion, أو NX. عرفت وش معنى NX الحين؟ وش وظيفتها؟ أنا بعطي المريض كيمو عشان العملية ما كانت مضبوطة. بالنسبة للريكتال كانسر، لا، الريكتم مش الريكتم طيب ثامر، قالوا اتفقوا أن يكون the lowest 15 سنتيمتر from the anal vein. طيب نعطيهم radiation surgery بعدين كيمو. latest evidence الآن في new evidence حاجة اسمها total neoadjuvant therapy TNT اللي نعطيهم radiation ثم نعطيهم chemotherapy بعدين نسوي العملية. ليش radiation؟ radiation reduce risk of local recurrence for local control. اها ايش يتميز هذا اللوكال ريكرنس اللوكال كنترول؟ مهم جدا يا ثامر اللوكال كنترول لان البلفس بين عظام، الريكتم موجود في البلفس بين عظام، فلو بتسوي له بعدين انت اي انترفينشن ما تقدر.
مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم. انت ما تبغى تجي ريكرنس. اول كنا نقول متل كولوركال كانز خلاص ليف ذا بيشنت تو داي. انا ناوديز لا الحمد لله ويدور مالتي ريسكشن. في حاجة جديدة اسمها مالتي فيسرال ريسكشن ان كولوركال كانسر. موست اوف ذا كولوركال كانسر سبوراديك 10% جينيتيك اتش ام بي سي سي 3 to 5% of all cancers most يكون في الرايت سايد يكون في اليونج ايج جست او جاسترونتستينال سترومال تيمر اوريجين فروم سيلف كاجال سب ميكوزال ليجن لوكيتد اونكوجين ميوتيشن سي كيت ميوتيشن ذا سي تي كيت بروتين از ترانس ميمبرين تيروزين كايناز ريسبتور التريتمنت وايد سيرجيكال ريسكشن اماتن بجليفيك از تيروزين كايناز انهيبيتور used if as adjuvant or new adjuvant. ايش معنى adjuvant بعد العمليه؟ new adjuvant قبل العمليه. يكون متى نستخدمه في النيو في الادجوفنت؟ لما يكون نكروسس تمر مور ذان 5 سنتيمتر او ميتوزس مور ذان 5. الهاي ريسك اريا مايت نيد نيو adjuvant. هذا سؤال ام سي كيو جايبه لكم. شفت السطر هذا جايبه لكم ام سي كيو. قال لكم مريض عنده جاستريك جست invading the spleen, invading the pancreas, invading the duodenum. هذا إيش مفروض أسوي له؟ أعطيه new adjuvant Glivec. New adjuvant Glivec. مفهوم ولا مفهوم يا شباب؟ دكتور وش new adjuvant؟ بلش تعيدها دكتور. أبشر. في عندي حاجة اسمها نيو أدجفنت وحاجة أدجفنت. أدجفنت ثيرابي يعني بعد العملية. نيو أدجفنت ثيرابي قبل العملية. ممتاز شباب. تمام معك دكتور. تمام. من اللي يحتاج نيو أدجفنت؟ نيو أدجفنت يعني قبل العملية. قبل ما نسوي عملية للمريض احنا عرفنا هذا جست نسوي له عملية. نسوي لك نعطيه هذا البيولوجي لأماتنا. ليش؟ عشان نصغر حجم الورم ونقلل الريسكشن على المريض. بدل ما نسوي ريسكشن للدودنم وريسكشن للبنكرياس وريسكشن للسبلين وريسكشن للستومك نصغرها مع الجليفك. هذا المريض يحتاج نيو أدجوفنت. مفهوم ولا مفهوم؟ يعني دكتور لو كان التيومر كبير أسوي له نيو أدجوفنت عشان نصغره قبل شيء. بيرفكت. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. 100 احيانا حتى لو كان صغير نسوي له نيو ادجوفنت جليفك. ليش؟ لما يكون هاي ريسك ايريا. ايش معنى هاي ريسك ايريا؟ لو كان لوركتم معناته انه اثناء العمليه لو صار اي مشكله ضربت اسفنكتر صار المريض انكونتيننت او جي اي جنكشن منطقه التقاء المعده بالمريء جاسوس فيجر جنكشن. ليش يا ثامر؟ ايش المشكله كمان في الحاله؟ المشكله في هذه الحاله كمان لو لا قدر الله صار اي مشكله معناته الاستومك والجو اني ما اقدر اشيل بس المنطقه هذه لازم اشيل الاستومك بالكامل. فواي فالهايرس كيريا should be treated with new adjuvant imatinib. مفهوم ولا مفهوم يا شبابنا؟ واضح. كارسينويد or amino precursor uptake in the carboxylation it's against submucosal lesion مثل الجست لكن produce serotonin. في carcinoid syndrome if liver metastasis skin flushing GI diarrhea heart valvular disease respiratory زي البرونكيال أزمة يصير عندهم wheezing و shortness of breath. الwork up 24 hours urinary 500 indole acetic acid and blood chromogranin. Blood chromogranin A. CT scan is arterial positive for arterial phase في العادة. Surge is the main treatment even for debulk, just debulk. Mucosal of the appendix, which is the irritation of the appendix filled with mucin. Appendectomy is enough. No need for right hemi at all. تذكروا يا شباب, no need for right hemi, please. أحد عنده سؤال على الكوريكتل ولا خلاص كانسر؟
واضح دكتور.